خلونا الأول نتابع تقرير عن فعاليات جلسة النهاردة. محكمة المحكمة أولا عدم جواز الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرات الكفالة. ثانيا عدم جواز طعن النيابة العامة. بهذا الحكم الذي أصدرته محكمة النقد اليوم، اعتقد أنصار الرئيس الأسبق حسني مبارك أنه تم تبرئة ساحته من التهم المنسوبة إليه، فعاشوا فرحة لم تدم سوى دقائق معدودة. لكن بمجرد أن تيقنوا تأجيل محاكمته لجلسة 5 نوفمبر وبراءة العدل ومساعديه، حتى كان الغضب الذي تحول إلى اشتباكات مع أهالي الثوار. أنا من الجيل اللي بيقول لا تعليق على حكم القضاء، ماشي؟ بس كده ظلم بان، كده ظلم بان، لأن ال4 سنين اللي ساب الريس ساب فيهم الحكم بانت، وإحنا داخلين على السنة 5، بان المؤامرة على حق، والصغير والكبير عرف المؤامرة. 3 مرات القضاء يثبت اللي مبارك ما قتلش، طب إحنا عايزين نعرف مين اللي قتل. محامو المدعين بالحق المدني رأوا في الحكم أنه غير منصف، فبإمكان الرئيس الأسبق مبارك البراءة بالتبعية بعد تبرئة معاونيه. جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين من حبيب العدلي والمساعدين براءة نهائية بت. أما بالنسبة لحسني مبارك فهي الجزئية الوحيدة التي تعاد فيها المحاكمة، وأعتقد وهي الحقيقة أنها في أول جلسة للمحاكمة تنطق المحكمة ببراءة مبارك، لأنه مشترك في الاشتراك في قتل المتظاهرين، والمشترك الأصلي حصل على براءة باتة، فكيف الحال بالمشترك في الاشتراك؟ بعد النطق بهذا الحكم تعيد محكمة النقد محاكمة مبارك محاكمة جنائية بمعرفتها، ولا يجوز الطعن عليها مرة أخرى. محمد رياض،